آه النهارده آه هناخد ليسون آه آه بالالجبرا اللي هو بيتكلم عن التو conjugate numbers ليسون ده مهم جدا آه برضو كالعاده دايما بقول كل حاجه مهمه يعني بياخدوه في اولى ثانوي السنه دي في الترم الاول احنا عندنا حاجات كتير جدا في اولى ثانوي بنقول عليها ايه زي ما اخدتها في بريبتو زي ما اخدتها في بريبتو هو يعتبر بريب 2 فيها حاج فيها حاجات كتيره جدا في اولي ثانوي. طيب تمام ماشي احنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها كونجيكت نمبرز. يعني ايه كونجيكت نمبرز؟ كونجيكت نمبر هم عباره عن تو نمبرز او تو اكسبريشنز بيكونوا انفرس لبعض في الساين بتاعت المدل. يعني بمعنى لو جيت قلت لك مثلا روت 2 ماينص 3 الكونجيجيت الكونجيجيت بتاعت النمبر ده هيكون ايه؟ هنعكس الساين بتاعت المدل ده بس ده الكونجيجيت بدل ما هي روت 2 3 هتكون روت 2 بلس 3 طيب لما يجي يقول لي هنا برضو 7 ماينس روت 10 الكونجيجيت ليها هتكون 7 بلس روت 10 وده هو هو ده الكونجيجيت يكون conjugates ان انا بعكس الساين لايه؟ للميدل الـ 2 conjugate number لو جينا نطلع السم بتاعتهم يعني عايزين نعملهم سم يعني 7 minus 10 7 plus روت ما بينهم مع روت لان هي اصلا والاداد الانفرس ليها هيبقى الريميندر عندي هنا 7 بلس 7 هيكون ايكوال 14 يبقى لما انا اجي اطلع السم بتاعتهم هيطلع لي في الاخر 14 لان عايزك تعرفه بس ان الكونجيجيت ان انا بنعكس او بنجيب الانفرس بتاعت الساين للميدل شوف السؤال ده كده سؤال هو على طول كده ما هو ده لسه مش في حاجه هو ده الاساس اصلا The number 4 over root 7 minus root 3 in the simplest form. احنا ما ينفعش ان يكون عندي هنا في الدينومينيتورز denominators a rational number. فنعمل لها times its a conjugate. يعني انا عايز اتخلص من الروت اللي تحت دي، نعمل لها times ال بتاعتها، root 7 plus root 3 over برضو root 7 plus root 3. انا ما عملتش minus. انا قلت هنا روت 7 بلس روت 3 اوفر روت 7 بلس روت 3 ده اوفر ده بيكون ايكوالز ال1 عشان كده يعتبر انا ولا كاني عملت حاجه اصلا طيب وناخد دي تايمز دي يعني 4 تايمز روت 7 بلس روت 3 اوفر اوفر وهنا برضه احنا التو نمبر دولت لما نيجي نعملو ملتبلاي هنقول الفيرست تايمز الفيرست يعني روت 7 تايمز روت 7 ايكوالز 7 نيجاتيف باي positive ايكوالز نيجاتيف وروت 3 تايمز روت 3 ايكوالز 3 بقت عندي 7 ماينس 3 ايكوالز 4 هنكنسل 4 دي مع 4 دي هيبقى الانسر روت 7 بلس روت 3 root 7 plus root 3 يبقى الانسر هنا روت 7 بلس روت 3 يبقى فكره المساله هنا ان انا لازم اتخلص من الدينومينيتور اللي بيكون فيه روت او ايراشنال نمبر طب كمان اكزامبل مستر اهوت زي اكون جيجت اوف 1 اوفر روت 3 ماينس روت 2 هنعمل هنا تايمز الكونجيجيت بتاعتها روت 3 بلس روت 2 اوفر وهنا برضو root 3 plus root 2 1 times الاكسبريشن expression دي هتكون هي, هي هي over root 3 times root 3 equals 3 negative by positive equals negative root 2 times root 2 بيكون equals 2 3 minus 2 equals الايه ال 1 وال 1 تحت في الدينومينيتور ما مالهاش أي value مالهاش أي قيمة هيبقى 7 root 3 plus root 2. روت 3 بلس روت 2 وبس كده طيب السؤال يجي يلعب عليك احنا خلاص عرفنا ان ما ينفعش اسيب عندي في الدينومينيتورز يكون في الراشن نمبر زي مالتبليجيتيف انفرس 1 ماينس روت 2 المالتبليجيتيف هي اصلا يعتبر بيزيكلي اوفر 1 لما نيجي نعملها المالتبليجيتيف هتبقى 1 اوفر 1 ماينس روت 2 برضو نعملها times ال 1 plus root 2 انت متخيل الحاجات دي كلها بياخدها في first سكندري 1 plus root 2 1 times الإكسبريشن دي هتبقى 1 plus root 2 over 1 1 times ال 1 equals ال 1 negative by positive equals ال negative root 2 times root 2 هيكون equals 2 1 plus root 2 اوفر نيجاتيف 1 النيجاتيف دي بقى هتدخل على كل دي ما انا خليك ذكي بقى تي تعكسها تجيب الانفرس بتاعت الساين بتاعتها بدل ما هي بوزيتيف 1 هتبقى نيجاتيف 1 بدل ما هي بوزيتيف روت 2 تبقى نيجاتيف روت 2 يعني نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 2 بس يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف روت 2 احنا طلعناه 1 بلس روت 2 بس هنا في نيجاتيف تحت يبقى تغير كل الساين دي ما تستعجلش وتروح تاخد دي لا في هنا نيجاتيف تحت هتخلي بالك ماشي يا مستر السؤال اصلا على فكره الدرس ده بيجي منه سؤال لازم أن يجي في الامتحان تقول ما اكيد يعني لا انت مش فاهمني برضو قصدي اقول لك ان انت داخل امتحان وعارف انك كده كده هيجي لك سؤال عن الكونجيجيت زيه زي سؤال الانترفال بيجي دايما مع الانترفال ماشي يا مستر طب تعالوا كده نبدا نشوف مسائل المعاصر تعالوا كده نشوف هنا اول كوتشنز هنا بيقول إيه write the conjugate number of each of the following numbers انا عايز الكونجيجيت روت 5 ماينس بلس روت 3 هتبقى روت 5 ماينس روت 3 5 ماينس 2 روت 7 هتكون 5 بلس 2 روت 7 طب روت 5 بلس بلا 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 اه اي اي هت اي هتقول روت 5 بلا ماينس 2 اوفر روت 2 اه يا جدع ايه لازم نحل بروبلمز دي تعالي كده 2 over root 2 هنعمل تايمز times root 2 over root 2 2 times root 2 equals 2 root 2 over root 2 times root 2 equals 2 هنكنسل دي مع دي هيبقى الريميندر عندنا root 2 يبقى كل ده اشيله واحط مكانها root 2 بقيت يعتبر root 5 plus root 2 عايز بقى الكونجيجيت هنعكس الساين بتاع دي هتبقى root 5 minus root 2 روت 5 ماينس روت 2. بس ركز كده تلاقي الدنيا سهلة معاك بس بالراحة شوف هنا في نمبر تو قال لك ميك ذا دينومينيتور اوف اتش اوف ذا a rational number يعني ايه؟ لسه واخدانا من شوية اهيت 5 over root 7 minus root 2 هنا هنا علشان اتخلص من من denominators ديت الراشن نمبر دي لازم اعملها تايمز الكونجيجيت اللي هي روت 7 minus روت 2 هتبقى روت 7 بلس روت 2 يبقى روت 7 بلس روت 2 اوفر برضو روت 7 بلس روت 2 ونعمل تايمز 5 تايمز البراكت دي هيبقى شوف هنعملها في البراكت الاول كده

روت 7 بلس روت 2 يبقى كنا اتخلصت من ايه من تمام ماشي هنا برضو هنعمل نفس الحكايه 2 باي 2 بلس روت 3 اوفر 2 بلس روت 3 برضو روت 3 ديت نعملها تايمز الايه 2 بلس روت 3 2 times 2 equals 4 negative by positive equals negative root 3 root 3 equals 3 4 minus 3 equals 1 بقى عندي هنا 4 minus 3 بتكون equals الـ 1 يعني ملاش لازمة طيب بعد كده بقى هنخلي root 3 times 2 يعني root 3 times 2 equals 2 root 3 plus root 3 root 3 equals 3 بس كده وروت 3 تايمز روت 3 هتكون ايكوالز 3 تمام احنا عندنا هنا بقى ايه نشوف كده المساله ديت برضو نعمل برضو تايمز الكونجيجيت بتاعت الدينومينيتورز روت 7 بدل ما يب... ماينس هنخليها بلس 3 اوفر روت 7 بلس 3 وهنعمل دي تايمز دي روت 7 بلس 3 وهنا برضو روت 7 بلس 3 خلي بالك ان هما الاثنين شبه بعض ايه رايك لما نحطهم هما الاثنين في براكت واحد ونسميها باور 2 كاني بقول لك مثلا اكس باي اكس ايكوالز الاكس باور 2 اكس باي اكس بيكون ايكوالز الايه اكس باور 2 تعبليات. root 7 times root 7 equals 7 negative by both 3 by 3, 4. Uh, 3 3 by 3 equals 9 دي 3 by 3 root 3 so root 7 plus 3 all over power 2 4 over 7 minus 9 equals the negative 2 just we the نشوف بقى نمبر 3 المسائل اللي المفروض اصلا تيجي في الامتحان نركز مع بعض بالله عليكم ركز معايا نبدا بقى نركز بقى في الايه في اللي جاي ده كمان نركز صدقوني ما الموضوع سهل بس عايز منك بس شويه تركيز وشويه جراءه انك تبدا تحل بايدك قال لك هنا جايب لك الاكس بكذا الواي بكذا انا عايز الاكس بلس الواي باور اول حاجه هنا في بروبلم البروبلم اللي هنا انا عندي النومينيتورز هنا فيها ايه راشن نمبر فيها روت لازم تخلص منه فهنقول هنا الاكس ايكوالز هناخدها كده 2 اوفر روت 7 minus روت 5 ونعمل زي ما عملنا من شويه في المسائل اللي فاتت هنقول تايمز روت 7 بدل ما هي ماينص هتبقى بلس روت 5 اوفر روت 7 بلس برضه روت 5 على فكره لسه ما حلتش المساله انا ما بحلش المساله انا بحل المشكله بتاعت دي الاول واقول لك على حاجه غالبا او دايما بتطلع الكونجيكور بتاعت الواي يعني إيه؟ يعني الواي هنا روت 7 ماينس روت 5 فالمفروض الاكس هتطلع روت 7 بلس روت 5 هتطلع الكونجيكور بتاعتها طب لو ما طلعتش اعرف انك غلطان 2 تايمز الاكسبريشن دي هتبقى 2

ومعايا الفاليو بتاعت الواي عايز ايه؟ انا عايز الاكس بلس الواي انا عايز الاكس بلس الواي حاضر بقول له بقى ايه نبقى اكس بلس الواي over باور 2 ايكوالز الاكس اهيت روت 7 بلس روت 5 بلس الواي الواي اللي هي

4 باي 7 هيكون ايكوال 28 لازم تكتب بالتفصيل الستبس بتاعتك تكون كامله يبقى انت في المسائل دي كلها بتلاقي بروبلم تحل البروبلم وتحل بعد كده بس ماشي شوف اللي بعديها نشوف اللي بعديها هنا نكسب بكذا والواي بكذا برضه شوف من قبل ما شوفوا هو عايز ايه اه هنا فيها بروبلم هنفك البروبلم دي ركز مع بعض كده انا عندي هنا في بروبلم لازم احل البروبلمز ديت لازم احل الاول x equals 4 over root 7 minus root 3 هنعمل times the conjugate يعني root 7 plus root 3 over bar root 7 plus root 3 equals فور تايمز break ده ما تحلوش الا لما تعمل simplify الاول روت 7 بلس روت 3 اوفر روت 7 تايمز روت 7 ايكوالز 7 نيجاتيف باي بوزيتيف ايكوالز نيجاتيف روت 3 تايمز روت 3 اديني 3 7 ماينس 3 طبعا بيكون ايكوالز 4 هنكنسل دي مع دي فبقى الاكس عندك هتكون ايكوالز روت 7 بلس روت 3 شوف دي الفاليو بتاعت الـ بتاعة الاكس الواي لازم تطلع زيها يعني مستر ما عملها وخلاص يعني يعني مش فاهم يعني كوتي كده اقوله يبقى الواي ايكوالز كذا يا سلام لا لا طبعا لا طبعا ما ينفعش الكلام ده لازم نشوف الستبس بتاعتك الواي هنا بتكون ايكوالز الواي هنا كانت ايكوالز 4 اوفر روت 7 بلس روت 3 ونعمل تايمز الكونجيكت روت 7 هنا بلس نخليها ماينس روت 3 اوفر روت 7 ماينس روت 3 ايكوالز نعمل دي تايمز دي 4 روت 7 ماينس روت 3 اوفر روت 7 تايمز روت 7 هيكون ايكوال 7 بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف روت 3 تايمز روت 3 بيكون ايكوال 3 7 ماينس 3 ايكوالز ال 4 تكنسل دي مع دي فبقى عندك ان ان ال الواي هتكون ايكوالز روت 7 ماينس روت 3 ده الفاليو بتاعت الاكس وده الفاليو بتاعت الواي دي انت هتشتغل عليهم ركز ال في الحته اللي جايه دي بقى قال لك انا عايز الاكس باور 2 واي باور 2 هنمسح بس دولت علشان ايه السبوره لما بتلاقي كلام كتير بتتضايق بقول انا عايز الاكس باور 2 واي باور 2 يعني ايه؟ عايز الاكس باور 2 واي باور 2 ايه رايك؟ واسمح لي إن, ان انا اقول كلمه رايك كده في نص الموضوع لما نخلي الاكس واي ديت هما الاثنين في براكت واحد كده ونخليها باور 2 يا سلام يعني الـ x باور 2 واي باور 2 هنخليهم هما الاثنين في براكت واحد كده نخليها باور 2. حلوه صح؟ جميله. وال x y ده, ده على فكره يعتبر ملتبلاي. نعملهم برودكت يعني. فبقى عندي ال x اللي هي روت 7 بلس روت 3 دي ال x فين اهي؟ اهي؟ روت 7 بلس روت 3 تايمز ال y اللي هي دهيت روت 7 بلس روت 3. نعملهم تايمز ما تنساش ان كل دولت نعملهم باور 2. مثلا انا انا ايه مالك انا تهت انا تهت على حاجه ركز بس نعمل تايمز روت 7 تايمز روت 7 ايكوال 7 بوزيتيف باي uh على فكره دي نيجاتيف بوزيتيف باي نيجاتيف يديني نيجاتيف روت 3 تايمز روت 3 بيديني 3 ما تنساش ان كل دول باور 2 اول اوفر باور 2 7 ماينس 3 ايكوالز 4 برضه 4 اول اوفر باور 2 هتكون ايكوالز 16 هيكون ايكوال 16 16 ايوه فعلا 16 بس كده احنا عندنا هنا بقى دي حاجه اسمها ايدينتيز يعني مسلمات كده حضرتك لازم تعرفها وتحفظها لان هي ديت اللي هتخليك تعرف تحل المسائل كل مسائل الكونجكت دي ده مستر موجوده فين عندك في كتاب المين بوك في الليسون ده في شرح الليسون ده هتلاقي الايه المربع ده عندك فيه بيقول لك خلي بالك لما يجي يقول لك فايند اكس باور 2 ماينس واي باور 2 لما يجي يقول لك كده هنحل دلوقتي وهنشوف اكس باور 2 ماينس واي باور 2 يبقى انت هتعمل ايه اكس ماينس الواي تايمز الاكس بلس الواي الحاجات دي لازم تحفظها طب لو جه قال لك انا عايز فايند اكس باور 2 بلس 2 اكس واي بلس واي باور 2 هتشوف دلوقتي واحنا بنحل ده دي اصلا في الاساس اصلا ايكوالز الاختصار بتاعها والسمبليفاي بتاعتها اكس بلس الواي اوفر باور 2 طيب لو جه قال لك طلع لي لو جه قال لك انا عايز الفاليو بتاعت الاكس باور 2 ماينس 2 اكس واي بلس الواي باور 2 السمبليفاي بتاعتها اكس ماينس الواي اوفر باور 2 جبت ازاي الماينس هتشوف لو جت ماينس في الميدل هنا هتكون هنا ماينس لقيت هنا بلس هتكون هنا بلس شوف اللي جايه دي هيجي يقول لك اكس باور 2 بلس الاكس واي بلس الواي باور 2 مستر الريمه زي دي لا دي ما فيش فيها 2 دي فيها 2 دي ما فيش فيها 2 دي فيها 2 يبقى السمبليفاي بتاعتها ايه اكس بلس الواي الله باور 2 ماينس الاكس واي انت ممكن تقول عليا ان انا ما فاهمش هقول لك كل حاجه اهو طيب لو جه قال لك انا عايز الفاليو اوف اكس بل... باور 2 بلس الواي باور 2 هتكون ايكوال اكس بلس الواي Y اوفر باور 2 ماينس 2 اكس واي ماينس 2 اكس واي تمام تمام قوي تمام جدا تمام خالص مش لازم انت تحفظها دلوقتي اهم حاجه بس ان احنا نشوف اليه العمل بتاعتها ازاي حلوه كلمه اليه دي اكس باور 2 ماينس الاكس واي بلس الواي باور 2 ده السيمبليفاي بتاعتها اكس ماينس واي باور 2 بلس الاكس واي ودي برضو نفس الكلام لحد الان انا سايبك تتكلم يا مستر مش فاهم منك حاجه اخلص وهات الاخر هات من الاخر السؤال ممكن يجي يقول لك ايه ايه كده كده ازاي يعني مش فاهم كده شوف 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 هذا السؤال الايه جايب لك ال equals root 3 plus root 2 will be فيها problem هنحلها دلوقتي وانا عايز ال value بتاعت ال a power 2 minus ال b power 2 in its the simplest form يا سلام اول حاجه في problem اه فين في ال b تعالي نحلق لها root 3 plus root 2 times ال conjugate its the conjugate root 3 minus root 2 over root 3 minus root 2 equals ال1 times الهلومه دي هتبقى root 3 minus root 2 over root 3 times root 3 equals 3. positive by negative يديني negative. root 2 times root 2 equals 2. 3 minus 2 equals 1. يعني يعتبر ان ال b ال value بتاعتها هتكون equals root 3 minus root 2. بس هي ال b. تمام كده؟ تمام. فـ احنا كده يعتبر حلينا البروبلم لل A وال B الـ X. عايز بقى ال A باور 2 ماينس ال B باور 2 نرجع بقى لل A لل اللي احنا كنا حافظناها دي شوف هي اول واحده دي هتقول مثلا دي اكس يا يعني عم ما هي هي A باور 2 ماينس ال B باور 2 الى ال X باور 2 ماينس ال Y باور 2 هتجيب ال X ماينس ال Y تايمز X بلس Y يبقى ديت ويعتبر اصلا احنا خدناها في بريب 1 يبقى a power 2 minus b power 2 بيكون equals ال <applause> a power 2 minus b power 2 ده يعتبر ان افتح تو براكت كده لو انت عايز تطلعها من غير حفظ a power 2 يعتبر basically a times ال a ال negative the negative times ال positive وال b power 2 p times ال p حضرتك هتعمل ايه؟ هنجيب ال a minus ال b مرة ونجيب ال a plus ال b مرة تعالى بقى نجيب الاي بلس البي ركز 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 الاي اللي هي روت 3 بلس روت 2 بلس البي اللي هي روت 3 ماينس روت 2 هنكنسل نيجاتيف روت 2 مع بوزيتيف روت 2 هيبقى الريمايندر عندي هنا روت 3 بلس روت 3 بيديني 2 روت 3 2 روت 3 ده انا كده جبت البلس طب انا عايز الماينس ركز بقى علشان في حاجه هنا طلب كتير جدا بتغلط فيها ايه ماينس بي ايه هي الايه احنا عارفين طبعا اللي هي هتكون روت 3 بلس روت 2 في بروبلم في مشكله لا مش مشكله خلي بالك ان النيجاتيف ديت لما تدخل على البي تعكس كل الساين بتاعتها ركز بالله عليك عشان في طلبه كتير جدا بتغلط فيها يعني دايما كده يعني كان السنه اللي فاتت طلب طلبه شاطره وتقول لك لا 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 اي حد يغلط فيها لا احنا تيجي عندنا لا ما نغلطش فيه ودخل الامتحان زي البطيخه وغلط فيه ليه؟ حظه ان جيت انا عندنا نيجاتيف هتدخل على البي دي تغير كل السنه بتاعتها بدل ما بوزيتيف تبقى نيجاتيف نيجاتيف تبقى بوزيتيف هنا روت 3 هتبقى نيجاتيف روت 3 بدل ما نيجاتيف روت 2 هتكون بوزيتيف root 2. عندي هنا negative root 3 مع positive root 3 دول مع بعض يديك 0. لان الadditive inverse root 2 plus root 2 equals 2 root 2. نطلع بقى الايه؟ ال times بقى. يبقى انا اقول له كده. a plus b times a minus b. دي ات times دي. 2√3 2√3 3 2 3 times 2 root 2 2 2 equals 4 و root 3 times root 2 بيدينا 6 هنا 4 root 6 اهي طبعا الكتاب جايب لك الانسر عشان يقول لك انها تطلع كده لو ما طلعتهاش كده اعرف انها غلطان بس اعرف انها غلطان بس يا رب تكون فاهم لحد كده نيجي بقى لمساله حلوه مساله الختام وزي ما قلت لكم ان شاء الله يعني هنكمل في حصص ثانيه. بس نركز في الايه؟ الاكس في الاكسبريشن دي انا عايز الفاليو بتاعت 4 اوفر اكس بلس 2 اكس ايكوالز 4 اكسبت ان كل ده بيكون ايكوالز 4 روت 5. ده معنى كلامه. طيب ايه رايك لما نحل دي لوحدها؟ ازاي؟ 4 اوفر اكس اللي هي 4 اوفر روت ال 5 بلس روت 3 صح؟ اه وعندي هنا في روت فنعمل تايمز الايه؟ الكونجيكت اللي هي روت 5 ماينس روت 3 اوفر روت ال 5 ماينس روت 3 يبقى انا همسك حته بحته ال 4 اوفر اكس هيت شلت الاكس وحطيت عملت سبستيوشن روت 5 بلس روت 3 وما ينفعش ان يكون الدينوميتورز هنا فيه روت وزي ما قلت لكم بنعمل ايه؟ تايمز الكونجكت بتاعتها ماشي هنعمل ايه بقى؟ 4 تايمز البراكت دي روت ال 5 ماينس روت 3 اوفر روت 5 تايمز روت 5 بيكون ايكوال ال 5 positive by negative يديني negative. روت 3 times root 3 هتكون equals 3. ركز في الحته اللي جايه دي. 5 minus 3 equals 2. نشيل ديت ونحطها مكانها 2. عايز تكتبها في ستيب جديده؟ ماشي. هنعمل 4 divided 2 هتكون equals 2. 2 root 5 minus root 3. 2. روت 5 ماينس روت 3 يبقى دي الفاليو اللي طلعت لي نطلعها نطلع نعمل ديستريبيوشن 2 باي روت 5 بيكون ايكوال ز 2 روت 5 ماينس و 2 تايمز روت 3 بيكون ايكوال ز 2 روت 3 كل دي ده الفاليو بتاعت الايه؟ ال 4 اوفر اكس

طلعنا برضو الفاليو بتاعتها خلاص خلصت كده قال هنا بقى ايه حطوه بلس مع بعض حاضر هنجيب دي مع دي حط دي مع دي يبقى 2 روت 5 ماينس 2 روت 3 اللي هي الفاليو ديت دي بلس دي كمان 2 روت 5 بلس 2 روت 3 مش ملاحظ حاجه هات لنا النيجاتيف روت نيجاتيف روت نيجاتيف 2 روت 3 بوزيتيف 2 روت 3 يتكنسلوا مع بعض ليه؟ لان في الحالة ده يطلع لي بزيرو وبقى الرميندر عندي هنا 2 روت 5 بلس 2 روت 5 هيكون ايكوالز 4 روت 5 على فكره المساله دي بتتحل بطرق كتيره بس انا قصدت ان انا اقول لك دي نجيبها نحلها لواحده ودي نحلها لواحده هي بتتحل بطرق كتيره بس انا مش عايز الخبطك احنا حلينا دي واحده بقت مساله من اللي احنا كنا نحلها من اول حصه وبعد كده تول اكس طلعنا عملنا الدستريبيوت بروبرتي ليها وجبت ال2 expressions مع بعض بس كده يبقى تكمله الاسئله هنا بيقول الاكس ايكوالز 3 بلس روت الفاينل والواي y equals 4 over 3 plus root 5 prove that x and y are conjugate numbers conjugate يعني هتلاقوا هنا مثلا ال x فيها positive فالتاني ال y برضه هتكون فيها نفس ال expression بس هتكون بال negative y هنا فيها problem يعني ال y هنا بيكون equals 4 over 3 plus root 5 ان قلتها زي ما هي هنعملها times its conjugates ال conjugate هنا بدل ما هي 3 plus root 5 هتكون 3 minus root 5 over برضو 3 ماينس روت ال 5 ايكوالز هنا 4 هنعملها تايمز البراكت ده هتكون 3 ماينس روت ال 5 ما تطلعهاش ما تعملش ديستريبيوت بروبرتي وهنا برضو 3 تايمز 3 ايكوالز 9 بوزيتيف باي نيجاتيف ايكوالز نيجاتيف روت 5 تايمز روت 5 هيكون ايكوالز 5 9 ماينس 5 ايكوالز 4 هنكنسل 4 دي ودي ال 4 دي هيبقى الانسر هنا او الريميندر 3 ماينس روت 5 لو جبت تلاحظ بقى هتلاقي إن الواي -Y, ال y الجديدة بتاعتها اللي هي 3 minus root 5 بتكون عكس الساين بتاعت الـ x. فعشان كده بقول له هنا since الاكس x equals 3 plus root 5 كومة الواي y equals 3 minus root 5 زين x and y are conjugate numbers هيكونوا conjugate numbers، السؤال ده الدرس ده بياخدوه في أولى ثانوي. تمام. طيب، هنا بقى قال لك إيه خلاص كده أنت هتشتغل باب دول بقى. ده الإكس ودي الإيه؟ الواي. قال لك هنا في الريكوايرز أنا عايز زير برودكتس. زي برودكتس يعني هو عايز طالب منك كده دلوقتي إكس برودكت الواي. أظن زي ما أخدناها في المسائل اللي فاتت. يبقى الإكس اللي هي 3 بلس روت ال 5 تايمز ال 3 ماينس برضو روت 5 ايكوالز ما دام هنا التو كونجيكت نمبر دولت هنعمل فيرست تايمز الفيرست بص ايه ده 3 فيرست تايمز الفيرست والسكند تايمز 3 باي 3 ايكوالز 9 بوزيتيف باي نيجاتيف ايكوالز نيجاتيف روت باي 5 روت 5 تايمز روت 5 هيكون ايكوالز 5 9 ماينس 4 هيكون ايكوالز ماينس 4 تمام هو حتى مطلعهم لك أيات. عايز بعد كده اكس باور 2 بلس واي باور 2 ركز مع بعض بقى عشان ديت كان من ضمن الايدنتيز اللي انا قلت لك احفظها واحد بيقول لي ايه طب ما انا ممكن اطلع الاكس الواحده باور 2 والواي الواحده برضو باور 2 ونجيب الصمه بتاعتهم ماشي مفيش مشكله بس هتتعب هتتعب قوي كمان يعني بلاش انك تطول في المساله انا لو طولت فيها هتغلط كتير طيب الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 دي اصلا يعتبر ليها سمبليفاي اللي هي اكس بلس الواي اوفر باور 2 ماينس 2 اكس واي هو اصلا أصد... هو اصله يعني قصده يريحك الاكس والواي انت كده كده اصلا مطلعها كل اللي انت هتعمله ان انت هتجيب الاكس بلس الواي كل اللي انت هتعمله انك هتجيب الاكس بلس الواي طيب هنجيب الاكس بلس الواي اوفر باور 2 الاكس اللي هي اصلا 3 بلس روت 5 بلس الواي اللي هي 3 ماينس روت 5 كل ده اول اوفر باور 2 هنجيبها لوحدها كده بس الاول عندك هنا لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا النيجاتيف روت ال 5 تتكنسل مع روت 5 3 بلس 3 ايكوال 6 6 باور 2 هيكون ايكوال 36 حدش يشوف 12 خلاص انت طلعت دي 6 يبقى اكتب له دي اقول له كده اكتبها له ثاني اقول له زين واكتب له اكسبريشن من تاني اقول له 36 ماينس 2 تايمز الاكس والواي اللي احنا طلعناها تقريبا ب 4 ب 4 يعني 36 ماينس 8 هيكون ايكوالز الايه؟ 28 هيكون ايكوالز 28 بدل ما ما انت تروح تقوم تجايب الاكس باور 2 لوحدها والواي باور 2 لوحدها تبقى لفه جامده قوي ماشي نكمل برضو. شوف هنا بيقول لك ايه. اف الاكس بكذا، y بكذا، find ذا فاليو x باور 2 minus ال xy plus ال y باور 2. طيب. ديت برضو نفس الفكره، فيها ايه؟ problems. على فكره انا 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 ممكن اقول لك ال ان ان الاكس بعد ما تحل البروبلم بتاعتها والواي بتاعتها تطلع بكام على طول من غير حتى ما ايه ما تشوف البروبلم من غير ما تعمل الليست بتاعتها بس طبعا ما, ما ينفعش لان هو عايز يشوف اصلا الليست اللي انت بتتخلص فيها من الدينومينيتورز فما ينفعش طيب نعمل ايه يعني يا مستر هنشيل هنجيب الفاليو بتاعت الاكس او نحل البروبلم بتاعت الاكس 2 اوفر 5 ماينس روت 3 نعمل تايمز الكونجيكت روت 5 بلس روت 3 over root 5 plus root 3. هتبقى هنا برضو 2 times the bracket root 5 plus root 3. over root 5 times root 5 equals 5. negative times the positive equals the negative. root 3 times root 3 equals 3. 5 minus 3 equals 2. فديتك cancel مع دي. ده بروت ال 5 uh, root 3. عارف انت الواي بقى؟ لازم تطلع root ال 5 minus root 3. لازم. دايما دايما وخدها قاعدة كده ال y 2 over root 5 plus root 3 times root 5 times the conjugate negative root 3 over root 5 negative root 3 2 times the bracket root 5 times root 5 equals 5. positive by negative equals the negative روت 3 تايمز روت 3 يكون 3. برضو 5 ماينس 3 يكون 2 نكنسل دي مع دي. يبقى الريميندر عندي هنا روت 5 ماينس روت 3. يبقى دي الفاليو الجديدة بتاعت الـ x وبتاعت الـ root ال 5 بلس 3، روت 5 ماينس 3. x باور 2 ماينس الـ xy بلس الـ y باور 2. احنا عندنا هنا ده كانت موجودة في كتاب المعاصر في جزء الشرح ومهمه جدا مش عايز حد يكبر عن الماده دي بمعنى في طلبه كتير جدا يقول لك انا مش هحفظها في طلبه كتير جدا يقول لك انا هحلها بطريقه عاديه بس اهم حاجه اوصل الناتج مفيش مشكله انك تتحدى المساله طب ليه انا اسلك الطريق الصعب ليه انا بادخل في عناد مع المساله مع العلم ان انا ممكن مثلا احلها بطريقه سهله مطلوب منك انك تحفظ الايدنتيز ديت خلاص عشان تبقى الماده تبقى سهله والدرس يبقى سهل وتخلص وتدخل في اللي بعده. أنا بقول لكم دايما الحاجات دي مهمة، مهمة، لأن في طلب كتير جدا ما بتحفظهاش. يقول لك روق. روق دماغك. خلاص ماشي، روق دماغك فعلا. روق دماغك. هنشيل بس اللي بس الجزء ده عشان إيه السبورة لما بتلاقي الكلام كتير بتهنك. ماشي. طب ديت كان لازم بالفاي أه طبعا كان لازم سمبليفاي، وقلنا الحصة اللي فاتت احفظها. إيه السمبليفاي بتاعتها؟ إكس ماينس الواي باور تو بلس الاكس واي بلس اكس واي وممكن اقول لك هي جت ازاي واشرح لك بس مش هتفرق خلاص بس مش هتفرق خلاص ماشي يبقى انا مطلوب مني اطلع الاكس من الناس وركز بقى علشان الحته دي بتغلط طلب كتير اكس برودكت الوادي سهله وهنطلعها دلوقتي بس اكس ماينس الواي دي بتغلط طلب كتير ليه يعني؟ الاكس زي ما هي هي اللي هي روت ال5 روت 3 ماينس الواي الماينس دي تدخل على الاكسبريشن بتاعت الواي تاكس سام بتاعتها يعني البوزيتيف تبقى نيجاتيف والنيجاتيف تبقى بوزيتيف هنا بوزيتيف روت 5 هتبقى نيجاتيف روت 5 نيجاتيف روت 3 هتكون بوزيتيف روت 3 تعالى كده نشوف هتطلع بايه هنا نيجاتيف روت 5 تتكنسل مع البوزيتيف روت 5 روت 3 بلس روت 3 ايكوالز 2 روت 3 خلاص كده تمام طب انا عايز اطلع بقى الاكس واي x و y يعني product يعني root 5 plus root 3 times root 5 minus root 3 أبعد تروح تنقل من هنا من هنا عكسنا الساين الفيرست times الفيرست يديني 5 positive by negative يديني negative root 3 times root 3 equals 3 5 minus 3 equals, equals 2 تعالى بقى يلا نحط الايه الفاليوز اكس ماينس الواي طلعت لي ب 2 روت 3 بلس الاكس واي يديني 2 طبعا ديت هتطلع لك ب 12 12 بلس 2 هيكون ايكوالز 40 ب 12 بلس 2 هيكون ايكوالز 40 وبس كده وبس كده نيجي لسؤال تاني برضو هو الافكار خلاص بقى يعني ان انت لو في بروبلم هتحلها خلاص احنا هنعدي الجزئيه ديت المساله ديت نمبر 11 ما فيش فيها المساله دي على فكره بتيجي كتير جدا في الامتحانات حتى موجوده هنا في السكول بوك الاكس ايات والواي ايات ما فيش فيها بروبلم خلاص هما الاثنين كونجوجيت انا يعني عايز الفاليو بتاعت الاكس بلس الواي اوفر اكس واي واي ماينس 1 كل اللي انت هتعمله هتطلع الاكس بلس الواي في ستيب الواحد هو اكس واي برضو الاكس برودكت الواي طلع برضو في ستيب هنقول هنا روت 5 بلس روت 2 بلس روت 5 روت 2 هنكنسل البوزيتيف مع مع النيجاتيف يبقى روت 2 بلس روت 5 بلس روت 5 هتكون 2 روت 5 بس yes. طب انا عايز الاكس واي حاضر الاكس واي احنا نعمل لهم برودكت روت ال 5 بلس روت 2 تايمز روت 5 ماينس روت 2 وهنجيب الفيرست تايمز الفيرست روت ال 5 تايمز روت ال 5 ايكوالز 5 بوزيتيف باي نيجاتيف نيجاتيف 2 تايمز روت 2 ايكوالز 2 هيبقى الانسر هنا هيكون ايه 3 خلاص كده تمام يبقى انا اقول له كده زن x بلس ال y اوفر x y ماينس ال 1 x بلس ال y اللي احنا طلعناه ب 2 روت ال 5 اوفر x y اللي احنا طلعناه ب 3 ماينس ال 1 يديني 2 ال 2 دي تتكنسل مع 2 دي ما 3 ماينس 1 2 2 2 تتكنسل مع 2 هيبقى الريمايندر عندي روت ال 5 شوف المساله ثلاث خطوات تاخد علوم الدرجه طيب دي فيها بروبلم اه دي فيها بروبلم نحلها نحلها بس انت بقى تحلها مع نفسك كده خلاص عشان ما تضيعش وقت هتبقى الايه هنا هتكون ايكوال روت 7 بلس روت 3 والب هنا هتكون ايكوالز روت 7 ماينص uh, روت 3 خلاص عرفنا خلص طب انا عايز ال A ماينص ال B زي ما قلت لك في حته هنا بتغلط طلبه كتير هو بتغلطني انا شخصيا يعني ما باخدش بالي فبتلاقي المساله وقفت معايا ال A اللي هي روت 7 بلس روت 3 الماينس دي هتدخل على بي تي اكس اسان بتاعتها بدل ما بوزيتيف 7 هتبقى نيجاتيف روت 7 نيجاتيف روت 3 هتكون بوزيتيف روت 3 هنكنسل روت 7 وذ نيجاتيف روت 7 روت 3 بلس روت 3 هتكون ايكوالز تو روت 3 تمام عايز الاي بي زي ما قلت لك انا ممكن اخليك تطلع كل ده بالمنتال يعني ايه بالمنتال؟ يعني الت... يعني الاي ماينس بي اخليك تطلعها بعينك كده والاي بي برضه تطلعها بعينك كده وتعمل كل حاجه بس طبعا كل ده مش هيفيدك انا مش هستفاد حاجه الكلام ده لو انت في اولى ثانوي اقول لك هتعمل كذا وكذا اما انت لا انت لازم انت بتاخد درجتك اصلا عند ستيبس فما تد... ما... ما تتزكاش وتقول انا عامله بالايه بالكالكيوليتور وبعدين لا طبعا الاي بي خلاص الدي تايمز دي يبقى روت 7 بلس روت 3 تايمز البي اللي هي روت 7 ماينص روت 3 هنعمل بقى روت 7 تايمز روت 7 ايكوال 7 بوزيتيف by negative ايكوالز نيجاتيف روت 3 تايمز روت 3 ايكوال 3 برضه بتطلع في الاخر كام ب 4 قالك باين عايز الاكسبريشن دي خلاص ماشي حطهم في بعض يعني يعني 2 روت 3 اوفر ال 4 يعني سمبليفاي 2 ديفايد 2 ايكوالز 1 4 ديفايد 2 ايكوالز 2 هيكون ايكوالز روت 3 اوفر ال 2 روت 3 اوفر ال 2 ال ال نمبر 30 سهل ومباشر زي يوم زيه بالظبط يعني المساله ديت هنحل البروبلم بتاعت دي دي ودي يعني الاكس هتكون ايكوالز 5 root 2 بلس 3 روت 5 اوفر root 5 وهنعمل تايمز الروت 5 ما فيش ما فيش هنا ليها كونجكت وبعد كده هنعمل ديستريبيوت بروبرتي اللي هي روت ال5 تايمز الاكسبريشن دي روت ال5 تايمز 5 روت 2 ال5 تنزل لي وروت ال5 تايمز روت 2 ايكوالز روت 10 او ممكن تعملها على الكالكليتور بلس روت ال5 تايمز 3 روت 5 ال 3 زي ما هي وروت ال5 تايمز روت ال5 بيديني 5 5 باي 3 ايكوالز ال15 هنا روت ال5 تايمز روت ال5 ايكوالز ال5 هنا لو جيت تلاحظوا هتلاقي هنا في كومن فاكتور 5 عشان نتخلص من 5 دي هتلاقي هنا في كومن فاكتور لو مين اللي هو 3 اسف هيكون 5 هيكون ال 5 اللي هو اللي تحت ده وهنا برضو ال 5 كومن فاكتور 5 5 1 وهيبقى الريميندر عندي هنا روت الثاني بلس 15 5 يكون 3 وتحت هنا ال 5 زي ما هي هنكنسل 5 دي مع ال 5 دي هيبقى الريميندر عندي هنا روت 10 بلس 3 دي بقى الفاليو الجديده بتاعت الاكس الواي المفروض هتطلع لك روت 10 برضو ماينس 3 وتعالى برضو نحلها الواي هتكون ايكوالز نحلها فوق هنا على طول عشان بس ليه الوقت هتكون هنا روت 2 اوفر روت 2 وبرضو نعمل الديستريبيوتيف بروبرتي روت 2 تايمز 2 روت 5 هيديني في الاخر 2 روت 10 ماينس روت 2 تايمز 3 روت 2 اعملها على الكالكليتر هتطلع لك ب 6 اوفر روت 2 تايمز روت 2 هيكون ايكوالز 2 بقى عندك هنا برضه نفس الفكره برضه ال 2 كومن فاكتور ال 2 كومن فاكتور 2 ديفايد 2 بتديني 1 روت 10 ديفايد 2 هتبقى تفضل زي ما هي ماينس 6 ديفايد 2 بتديني 3 اوفر وال 2 دي برضو زي ما هي هنكنسل ال 2 دي مع ال 2 دي هيبقى الريمايندر عندي روت 10 3 يبقى عندي هنا برضو الفاليو الجديده بتاعت الواي روت 10 3 نمسح كل دول بس كده عشان ايه الزحمه دي يبقى انا حليت البروبلم بتاعت ايه المسالتين هنا بقى بيقول لك انا عايز الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 اكس باور 2 بلس الواي باور 2 بيكون ايكوالز الاكس بلس الواي اوفر باور 2 minus 2 اكس واي ده من ضمن الايدنتيتيز اللي احنا المفروض تكون انت حفظتها هنطلع الاكس بلس الواي لوحدها الاكس اللي هي روت 10 بلس 3 بلس plus... في حاجه يا عماد بلس plus... هنا برضو روت 10 ماينس 3 الله اوفر باور 2 هنكنسل 3 مع نيجاتيف 3 روت 10 بلس روت 10 هيكون ايكوالز 2 روت 10 ما تنساش ان كل ده باور 2 هيطلع لك في الاخر ب 40 اه 2 باي 2 4 4 هتبقى 40. طيب لسه بقى هنطلع مين؟ الـ x -Y؟ اللي هي الـ product اللي هي root 10 بلس 3 تايمز الـ y اللي هي root 10 ماينس 3. وعلشان هنا بيكونوا conjugate هنعمل first times the first والسكند times the second. root 10 times root 10 equals 10. positive by negative equals the negative root 3 times 3 3 times 3 equals 9 يعني 10 minus 9 هيكون equals 1 أنا يعني كده طلعت الفاليو بتاعت مين x y خلاص كده أو لو كده equals كل ده مطلع لي في الآخر هنا 40 minus 2 وال x y مطلعت لنا هنا بانا هيطلع لك في الآخر ب 38 طب هنا بقول انا عايز الاكس واي، ما الاكس واي اصلا احنا احنا مطلعينها في 1. طيب هنا بقول لك اثبت لي ان الاكس باور 2 بلس الواي باور 2 اللي احنا لسه مطلعينها اللي هي بتكون ايكوال equal 38 ايكوال 38 اكس واي طب ما معروفه اصلا اقول له هنا سينس الاكس باور <X2> 2 بلس الواي باور 2 ايكوال 38 طيب و 38 تايمز eh, الاكس واي ما الاكس واي دي ب 1 يبقى 38 تايمز ال 1 برضه بيديني ايكوال 38 فهو ده بيشتغلني يعني طيب نشوف المساله ديت برضه هنا بيقول لي الإكس بكذا الواي بكذا أنا عايز الفاليو بتاعت الإكس باور 2 بلس الواي باور 2 المسألة سهلة جدا وما دام أنت وقفت كده وحاسس إنك مش فاهمها يبقى مشكلة كبيرة أولا أنا عندي الإكس فيها مشكلة فيها بروبلم أولا لازم أعملها تايمز الإيه الـ 1 over 2 minus root 3 تايمز times... هنا في بلس الـ conjugate 2 minus root 3 over 2 √3 3 ال 1 times the bracket ده يكون هو هو over ونعمل بقى ال times 2 by 2 equals 4 positive by negative equals negative root 3 times 3 equals 3 4 3 equals 1 فمالاش أي لازمة كده بقت 2 2-√3 3 دي من بقى ده الاكس ده كده انا كده طلعت الفاليو بتاعت مين بتاعت الاكس انا كده طلعت الفاليو بتاعت ايه؟ انا كده طلعت الفاليو بتاعت الاكس. طيب الواي فيها مشكله؟ اه برضو فيها بروبلم برضو 12 اوفر روت 3 هنعمل تايمز روت 3 برضو اوفر روت 3 ملهاش كونجيكت. 12 تايمز روت 3 ايكوالز 12 روت 3 روت 3 تايمز روت 3 equals 3 12 ديفايد 3 بيكون ايكوالز 4 روت 3. عايز الاكس باور 2 بلس الواي هنطلع الاكس باور 2 اللي ايه دي 2 ماينس روت 3 باور 2 ما تعملهاش على الكالكوليتر على طول عايزين نعرف هي هطل... هطل... طلعت ازاي هنجيب السكوير بتاع دي 2 باير 2 عشان باور 2 ما 2 باور 2 بدينا 4 ونيجاتيف روت 3 باور 2 يعني نيجاتيف باي نيجاتيف ايكوالز بوزيتيف روت 3 تايمز روت 3 ايكوال 3 بعد كده بتعمل بتعملهم كلهم تايمز positive باي نيجاتيف equals نيجاتيف 2 باي 2 باي روت 3 بيديني 4 روت 3 خلاص انت كده جبت الاكس باور 2 قال لك بقى حط معاها بال ايه بلس الواي فدلوقتي احنا كده طلعنا اكس باور 2 عايز بقى الاكس باور 2 بلس الواي حاضر اكس باور 2 بلس الواي الاكس باور 2 أيت؟ 4 3 مينس 4 روت 3 بلس الواي اللي هي 4 روت 3 هنcancel دي كنسل دي ديك 0 هيبقى الريماندر عندي 4 3 equals 7 وبس كده وبس كده